ذهبوا يتخطون القبور، قبر تلو الآخر. كل ما يوصل جابر إلى قابر، لأن جابر ضرير، كل ما يوصل إلى قابر قال ألمسني هذا القبر، يلمسه القابر، يأخذ من تربته يشمها، يروح القبر الآخر. حتى وصل إلى أحد القبور، شم تربته، قال حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، أغشي على جابر، أغشي عليه. يقول الأعمش ابن عطية وش الماي عليه. أفاق جابر، قال السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيب لا يجيب حبيبا أنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك دما، أنى لك والجواب وقد فصل رأسك عن جسدك. ويلي 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 ويلي. يقول بعد ذلك وإذا بغبغة من ناحية الشام، وإذا بضعينة السبايا على مفترق طريقين، طريق يؤدي بهم إلى المدينة وطريق آخر إلى الكوفة وطريق آخر إلى كربلاء. يقولون وقف الحادي يستشير الإمام السجاد، قال أبا محمد نحن على مفترق طرق، طريق يؤدي بنا إلى المدينة وطريق آخر إلى كربلاء، فأي الطريق نسلك؟ قال انتظر حتى أستشير عمتي زينب. راح جاء واحل إمام السجاد إلى عمة زينب، قال عم زينب، عم زينب، نحن على مفترق طرق، طريق يؤدي بنا إلى المدينة وطريق آخر إلى كربلاء، فأي الطريق نسلك؟ يلا ويا السيدة زينب اللي يريد يروح كربلاء. صاحت قولوا لحادينا يمر بالغاضرية، سلم على الولي وننصب له عز، قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغى نزور حسين ونشوف اندفن، انا والله والله لغوي قبر اخو يا بدمعة العين، ويا ليت فوق القبر تحضرني المنية. أويلي أويلي. يقول نادى العليل مدمعا بالخد مذروف، اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف، مروب عماتي وخواتي برض لطفوف، قال فلا اعصي لك امر يا ابني الشفيه، قالوا عوج على قبر الشهيد وصار لنياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طاح، يقول والعابد السجاد من فوق الجمل طاح، لأن السيد شي يقول، يقول ما إن رأينا قبر الحسين سلام الله عليه رموا بأنفسهم من على النياط،
يقول رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور. أويلي 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 يا أويلي. يقول ما إن لاحت نوم إن لاح نوم قبر الحسين إلى السيدة زينب صاحت صاحت قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوار. أويلي قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوار أنوار قبر عسى يا الوالي ما تنقطع زوار. يلا قرأي يا أيب هذا الطور. آه آه قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوار قبر عسى يا الوالي ما تنقطع طوبى إليك من تربى يا الساطعة بأنواع يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوار ابنا فلا يتحاسب من يندفن بجوار كرام إلى اللي تعفرت في تربتك خدينا قالوا كل الفخر نلتينا كل الفخر يا كربلا يا من حظك كل الفخر برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة وانتي عليهم فستي فستي بالجثة وانتي عليهم فستي بجسم انتظام منتين. واويلاه وحسينا عاد جابر بن عبد الله الحنصاري بعد هو عند قبر الحسين بعد عند قبر الحسين قالوا لي قم واستقبل حرم الله ورسوله. ايه وقام جابر بن عبد الله الأنصاري وذهب وحضن الإمام السجاد عليه السلام مدحضا جابر الإمام السجاد. نادى الإمام السجاد وحسينا نادى جابر ومصيبتا. الحين جابر عنده أسئلة إلى الإمام عنده أسئلة إلى الإمام السجاد. شنو هالأسئلة؟ قال له يا أبا محمد أين قتل الحسين وكيف قتل؟ قال الإمام السجاد ضل يمشي ويا جابر قال يا عم هنا سبيت نساؤنا هنا ذبح رجالنا هنا ذبح أطفالنا هنا حرقت خيامنا. وظل يمشي يمشي قال هنا سقط علي الأكبر وقطعوه إغبا إغبا هنا سقط عويس كربلا قال هنا نادى الحسين على أخوه العباس الآن انكسر ظهري. يعني هني سقط أبو فاضل بعد وصل عند مكان قال يا عم هنا أبا محمد اختنق في عبرته. قال مدام هنيها أبو محمد اختنق في عبرته أكيد هنيها صاير شي
أخبرني يا أبا محمد. قال هنا صعد شمر على صدر الحسين، قال حتى قبض على شيبته وقطع راسه. صرخ وحسينا وسيدا ومصيبتا. يقولون وراحت السيدة زينب عند قبر الحسين عندها شكاية، صاحت لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفاير، يوم ما يمكن أعدد لا عضيدي ولا شهر، أويلي ذاب جسمي من السرى وانعمت عيني من السهر، هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفته. هذا البيت مؤلم، رحم الله ملا عطية. خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلايد، وجيت بيتامك على قبرك ولا لي جلد. تدري بركوب الجمل ينحل يا خويا للجسايد، وين ابو فضل كفيل يوصلون الحفرة. ودوها الى قبر ابو فاضل، راحت عند قبر ابو فاضل، صاحت خويا وصلناكم وصلناكم يا ابو فاضل، ولا جيتوا تنزلونا، وهاي رموس جبناها ومنكم نطلب العونة، وراس حسين سمحوا لي تراه مكسرة سنونا، يا طشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني. بعد أبيات الدعاء وأسألك الدعاء، يقولون الحسين عندما نزل إلى كربلاء هو مع أصحابه، عاد وصل إلى كربلاء، وصل إلى مكان مصار أماكن مصارعهم، قال هنا يدفن فلان، هنا يدفن فلان، هنا يدفن فلان، وذكرهم كلهم إلا واحد ما ذكره واقف صوبه. نادى أبو فاضل، التفت للحسين قال له أبو علي أنا وين؟ قال له أنت أبو فاضل صوب المشرعة. ليش صوب المشرعة؟ قال له أنت تستقبل الزوار يا أبو فاضل. شلون أستقبلهم؟ أحين العتب، العتب أحين، شلون أستقبلهم وأنا بلا كفين والسهم في عيوني؟ يا أخو يا حسين زواري لفوا من ساير البلدان، شلون أقدر بلا كفين أضمهم خويا للأحضان؟ يا خويا حسين أترجاك رجع لي كفيني وبالراحة يا بعد الروح شيل السهام من عيني. ليش أبو فاضل؟ أريد أنظر لزواري يا خويا شلون تبكي لي واقضي حاجة المحتاج بإذن الواحد الديان. قال له إذا تقدر إلى قبري تشوفني يا نور النور، زينب لا تجي وياك وحق ضلع امك المكسور، اخاف تشوفني وتسال عن وعدي بشهر عاشور،
وانا منها ومن سكينة يا خويا ويش كثر خجلان. ابو علي مو بس انت خجلان، اذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان. سباها الطاغية للشام غصب دخل هديوانا، وما معيونها غاسي ظل كالصغى سنانا، يا رقية شبكت براسي وماتت حسرة بالحرمان. الحين بعد اكو كلام من الحسين الى ابو الفضل عباس، وهذا بيت الدعاء ختام المجلس. قال له لو اقدام زحف جيتك، بس اعذرني يا عباس، كفاية السهام لمثلث قمد مني الانفاس. اذا غاساك يا خويا انصاب، انا جثة بلي غاس، وضيع لاصق بصدري وانا المنذبح عطشان، يا وضيع لاصق بصدري وانا المنذبح عطشان. يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما لامكم؟ يا الله إلهي، بحق الحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله في مرضانا، سيما المنظورين، سيما شيخنا، اشفي بشفائك وعافي من بلائك، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا كريم، فك أسرانا والدواء باءنا،